تم تقليص عدد الرغبات المقترحة على الطالب من 6 رغبات كانت سارية المفعول في العام الماضي إلى 4 رغبات فقط في السنة القادمة، على أن تتضمن واحدة منها على الأقل ميدانا من ميادين التكوين المعتمدة في نظام الألمني. ويهدف هذا التقليص في الرغبات بالدرجة الأولى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من رضا المعنيين. إعادة ترتيب رزنامة عملية التسجيلات، وخصصت المرحلة الأولى للتسجيل الأولي والتوجيهي وإعادة التوجيه، بينما خصصت المرحلة الثانية لمعالجة حالات التحويل المترتبة حصرا عن تغيير المقاطعات الجغرافية للتسجيل في نفس التخصص لأسباب مبررة. وستجري هاتان العمليتان في شهر جوي 2017، على أن تنطلق العملية الثالثة الخاصة بالتسجيل النهائي إداريا وبيداغوجيا مع بداية شهر سبتمبر. الآن لازم نقتنع بأن الوظيفة العمومية والدولة لا تستطيع أن توظف الجميع. عندنا 1,600,000 طالب، 1,600,000 طالب. الوظيفة العمومية مش حال فيه. كانوا الإخوة تاع الطلبة في الإضرابات يقول لك لازم تضمن لنا التوظيف. الوظيفة العمومية دي نسبة قليلة في كل شيء، في التخصصات جميعا. إذا المعول هو الاقتصاد الوطني ككل، هو اللي يمتص هذا الخريجين. هذه السنة عندنا حوالي 3,000 منصب ستوزع على الجامعات، وستقوم الجامعات بتوظيف الأساتذة مثل السنوات العادية. وأكد وأكرر بأن قطاع التعليم العالي والتربية وكل هذه القطاعات الحساسة ليس فيها تقشف، وإنما فيها ترشيد. القانون يمنع أي نشاط سياسي داخل الجامعة، وأنا أمنعه بما فيه حزب جبهة التحرير. مرة ذكر أنا أيضا مواطن، أنا ولا غيري من الناس من حقه أن ينشط سياسيا. هناك مجالات اللي ينشط فيها الإنسان في البلديات، في القاعات، يروح يكري يدبر راسه هو حر. أما واحد يكري قاعة بدراهمه ما نمنعوش أنا، لكن مش داخل الجامعة.